هذه الحقيقة المرة، لكن للأسبوع الثالث على التوالي ونحن نحاول أن لا ننقل هذه الصورة السوداء المأساوية وهي الاقتتال الداخلي بين الإخوة. لم يعد يخفى على أحد ولم يعد يخفى على النظام هذه الصورة البشعة التي باتت يعني لا نستطيع وصف الألم الذي يعيشه أهالي الغوطة الشرقية. أكثر من نصف مليون مدني آثروا على الخروج من الغوطة الشرقية وبقوا تحت القصف وتحت الحصار لكي يصمدوا مع إخوانهم المجاهدين على الجبهات، لكنهم وللأسبوع الثالث باتوا يلعنون الثورة وباتوا يلعنون المعارضة التي أوصلت الحالة لما نحن فيه من تصعيد بين الفصائل العسكرية. حينما كنا فصائل ثوار وكتائب عسكرية ونتكلم باسم الجيش الحر بدون أدلجة وبدون تسميات فيالق وجيوش إسلام وجيش فسطاط، كنا قد حررنا كل الغوطة الشرقية ووصلنا للعاصمة دمشق. وحينما بدأنا نقول جيش الفسطاط وجيش الإسلام وفيلق الرحمن، بدأت هذه الجبهات تتهاوى وبدأ الاقتتال الداخلي. وهذا الاقتتال لا أستطيع أن أقول أنه فتنة أو أنه بغي أو أنه قتال بين الفصائل العسكرية، إلا أنه قتال أمراء حرب يسعون للسلطة ويسعون للنفوذ. هذه صورة حقيقية أنقلها من داخل الغوطة الشرقية ولا أخاف بها لومة لائم، لأنها حقيقة نعيشها في كل لحظة. نعيش الكذب من جميع القادة العسكريين وقادة الفصائل العسكرية، جميع الفصائل تكذب الآن، جميع القادة، جميع الناطقين الرسميين هم يكذبون الآن بكل معنى الكلمة وبكل المقاييس. يعني ماذا نتكلم الآن ودير العصافير تسقط وبزينة تسقط وحتيتة الجرش تسقط وجميع مناطق المرج تسقط؟ هذه الجبهات أكثر من 1500 شهيد خلال 3 أشهر الماضية دفعوا دماءهم لحماية هذه الجبهات. الآن هذه الجبهات تتهاوى لأن الفصائل العسكرية تتقاتل فيما بينها. عندنا أكثر من 400 شهيد من جميع الفصائل، هناك 100 شهيد من جيش الإسلام، هناك أكثر من 100 شهيد من جبهة النصرة، وهناك أكثر من 100 شهيد من فيلق الرحمن. هؤلاء الشهداء الذين كانوا يسطرون دماءهم وأرواحهم للدفاع عن أبناء الشعب السوري في الغوطة الشرقية، الآن يقتتلون فيما بينهم كحرب أمراء للدفاع عن السلطة والنفوذ والدفاع عن قادتهم العسكريين، لا عن الأرض والثورة والعرض والشرف. طيب. الآن لما يتحدث يعني البعض أن فيلق الرحمن يريد مناقشة بنود اتفاقية وقف الاقتتال بينه وبين جيش الإسلام، يعني هل هذا الكلام عاد يسمن أو يغني؟ أخي الحبيب، الآن اللغة التي تستخدم بين الطرفين هي لغة الحراب ولغة الدماء ولغة الأسلحة الثقيلة. الليلة الماضية أكثر يعني منذ الساعة 1 ليلا وحتى 6 فجرا لم تهدأ أصوات إطلاق النار من الأسلحة الثقيلة، 23 مضادات الطيران، 14.5 الدبابات، الآليات الثقيلة بين مدينة دمى وبين حرست. هذه الآليات وهذه العربات وهذه الأسلحة كانت تستخدم على جبهات المرج، الآن تستخدم للسيطرة على مناطق الغوطة الشرقية. تم طرد جيش الإسلام من بعض مناطق الغوطة الشرقية، وتم طرد فيلق الرحمن من مدينة دمى ومن بلدة الشوفونية ومقرات العب، وما زالت هذه الصورة حقيقة هي هذه الصورة ما زالت مستمرة بين هذه الفصائل في الغوطة الشرقية. طب عفوا يعني احنا خلينا نتكلم بصراحة أكبر، من يقف خلف هذه الفيالق؟ من الذي يمدها بالسلاح؟ من الذي يدعمها؟ من الذي يغذيها حتى يستمر هذا الصراع؟ كنا نسمع أن بعض هذه الجهات ممولة من تلك الدولة أو من تلك الجهة أو من تلك المجموعة. يعني هل هذان الطرفان ممولان من جهتين مختلفتين حتى يستمر هذا الصراع بهذه الطريقة؟ يعني حقيقة يعني قيل وتكلم ببعض المجموعات التي تحوي بعض القادة، كنت قد تابعت هذه الجروبات، أن هناك يعني دول من تحت الكواليس تدعم هذا الاقتتال لمحاولة إبعاد جيش الإسلام عن العاصمة دمشق. لكن يعني حقيقة لا أحد ينكر أن هناك محور ثلاثي متكون من السعودية وقطر وتركيا وأيضا ربما الأردن. هذا المحور يتدخل بالفصائل العسكرية ويدعم هذه الفصائل العسكرية، وأنا يعني ما زلت حتى الآن مستغرب كيف هذه الدول لا تضغط على هذه الفصائل وهي تدعم جميع هذه الفصائل، قطر وتركيا والسعودية والأردن. أنا هذا سؤالي، هل جيش الإسلام يعني يدعم من دولة سين وفيلق الرحمن يدعم من دولة صاد ولذلك يحدث الاقتتال، أم الطرفان يدعمان من نفس الجهة؟ ودعنا نسمي الأشياء بأسمائها، الناس تقتل، الناس تموت. يعني حقيقة لا نستطيع أن يعني من المحرج أن نسمي بعض الأسماء بمسمياتها، لكن لا يخفى على أحد أن هذه الدول لها ضغوط على هذه الفصائل وتستطيع بكلمة إيقاف هذا الاقتتال الداخلي.
هذا الذي يستغربه أبناء الشعب السوري، أين هذه الدول التي تدعم هذه الفصائل؟ الكل يعلم أن الأخ أبو النصر قائد الفيلق هو مدعوم من الموكب الأردني، وأيضا جيش الإسلام وباقي الفصائل العسكرية كانت تلقت الدعم من عدة دول. ربما هذه الفصائل جميعها تنكر علاقتها مع الدول الخارجية، لكن مندوب جميع هذه الفصائل من أيام كان هناك اجتماع في قطر، كان مندوب فيلق الرحمن هو شقيق أبو النصر قائد فيلق الرحمن، وكان هناك أيضا أبو عبد الرحمن قشع وهو مندوب جيش الإسلام. يعني أنا أستغرب، مندوب هذا الفصيل في قطر ومندوب هذا الفصيل في قطر، ماذا تنتظرون؟ إما اضغطوا على هذه الفصائل وأوقفوا هذه الاقتتال وأوقفوا هذه الفتنة وحافظوا على الغوطة قبل سقوطها. نحن نقول الآن هذه رسالة للدول الداعمة ولكل مؤثر وشيخ وقاضي في الشمال السوري ولكل من له غيرة على هذه الثورة. الجميع يعلم أن الثورة السورية شرارتها وشعلتها هي بالقرب من العاصمة دمشق، والثوار الآن على أطراف العاصمة دمشق في حي جوبر الدمشقي، وهم المؤثرين على مجريات الثورة السورية. إذا لم يكن هناك الآن تدخل مباشر من هذه الدول وهؤلاء العلماء والمجالس الإسلامية السورية والقضاة للضغط على الطرفين، على فيلق الرحمن وعلى جيش الإسلام لإنهاء هذه المأساة، أقسم بالله العظيم خلال أيام قليلة، لن أقول لك أشهر، ربما أسابيع، النظام لن يكون فقط في جسرين بل يكون في وسط القطاع الأوسط في الغوطة الشرقية. أنا أشكرك على هذا التوضيح براء عبد الرحمن، كنت معنا من الغوطة.